بشكر اليوم تلفزيون الأردن اليوم على اهتمامه بالمراكز الثقافية للأطفال، بالذات اهتمام بالفئة العمرية من عمر 3 إلى 16 سنة. تسليط الضوء اليوم على مركز زي مركز زها الثقافي اللي هلأ موجود ب20 منطقة في الأردن، سواء كان بالمحافظات أو بعمان. مركز زها الثقافي قصته من القصص الجميلة والمتميزة هو قصة تبرع من السيدة زها منجو للحكومة لأمانة عمان بأنه يكون في هناك مركز ثقافي للأطفال يحتوي الفئة العمرية من 3 إلى 16، يهتم بالإبداعات ويهتم بتطوير قدرات الأطفال. هذا المركز قدمته الأرض طبعا أمانة عمان إلى السيدة زها منجو، وبلش المشروع في 98 بقاعات مختلفة. هاي القاعات هي عبارة عن مسرح متخصص للأطفال، سعته 187 شخص، أول شوب بالأردن لبيع إنتاج الأطفال، مركز إرشاد نفسي اجتماعي مفتوح لأي سيدة أو أم طفل بحاجة للإرشاد النفسي الاجتماعي. في 4 دكاترة مختصين بهذا الموضوع. في عنا مشغل أكاديمية الإبداع الفني للحرف اليدوية والإبداع الفني، واللي هو بيزود أصلاً زها شوب لإنتاج الأطفال المبدعين. عنا قاعة متعددة الأغراض، وهي قاعة بتخدم البرامج الأكاديمية، سواء كانت برامج الرقص، برامج الغناء التخت الشرقي، وبرامج الكراتيه والتيكواندو وجمباز وبرامج مختلفة. طبعا في قاعة اسمها Thinking Room، وهي قاعة للتفكير الإبداعي. هاي القاعة تحتوي على برامج مختلفة العلاقة في موضوع تطوير قدرات الأطفال في الروبوتكس، يوسي ماس، ماث أند تشيس، كول أند تولز، وبرامج العلاقة بالتفكير الإبداعي، برامج خلاقة. خلال ال 15 سنة الماضية تم تطوير برامج عديدة في غرفة التفكير الإبداعي، حتى قدرنا نوصل بهاي البرامج ل20 منطقة في الأردن حتى تخدم أكبر عدد ممكن من أطفال المحافظات، وحتى يقدر يحصلوا على البرامج التي تقدم في عمان بنفس الطريقة وبنفس الخدمة. في عنا قاعة المكتبة، وهي قاعة متخصصة للبرامج الأكاديمية. قدرنا نربط الكتب بالبرامج العلاقة بتطوير اللغة، اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية واللغة الصينية، وتوفل للغة الإنجليزية، وبرامج الصحافة والإعلام. كان عندنا أول تجربة عربية، أول صحيفة في وطن عربي للأطفال. أسست هاي الصحيفة في سنة 2004 كأول تجربة في الوطن العربي في موضوع كتابة الصحافة، وكصحيفة رسمية أردنية ينتجها أطفال من حيث الإخراج ومن حيث الموضوعات ومن حيث طباعة الصحيفة. هناك طبعا مركز زها الثقافي كانت تجربته رائدة في العمل المختص بالأطفال. بلشنا بفئة العمر من 3 إلى 6 سنوات بغرفة مختصة اسمها غرفة كراميش. تم عمل مثل هذه الغرفة في جميع المراكز، هي 20 مركز. هذه الغرفة تستهدف تطوير قدرات الأطفال من الفئة العمرية من 3 إلى 6 سنوات، من حيث الكتابة، تطوير مفردات اللغة، مفردات التعامل مع المجتمع، مفردات الحسابات، تطوير ذاتهم، البرامج الدرامية للأطفال الصغار، التعامل مع الألعاب من خلال اللعب، تطوير القدرات وتطوير حتى طريقة التعبير عن الذات. وكان في هناك كتير برامج مدروسة من خلال دكاترة في علم النفس. طبعا المركز قصة نجاحه وتميزه هو قدرة الموظفين في هذا المركز كفئة شباب على تجاوز التحديات. نحن نعتبر هاي التجربة تجربة خلاقة ومختلفة عن أي تجربة من المراكز الاعتيادية. مركز زها الثقافي استطاع مع مجموعة من الشباب والشابات كموظفين في هذا المركز تجاوز أول تحدي، هو التحدي العمل في القطاع العام، وكيف ممكن تبني ثقة بينك وبين المجتمع المحلي. بناء الثقة بينك وبين المجتمع المحلي كقطاع عام مش سهل. يجب أن تقدم خدمة يرضى عنها المتلقي، يجب أن تقدم برامج يثق فيها المتلقي، يجب أن يكون هناك بيئة مناسبة للمتلقي. هذا جعلنا أنه في مركز زها الثقافي كمجموعة شباب وشابات نفكر بطريقة مختلفة، كيف نبني شركاء، كيف نبني شركات حقيقية من القطاعات الخاصة، شركاء من المؤسسات والمنظمات، كيف نبني ثقة حتى
حتى من أفراد المجتمع المحلي كمتطوعين لهذا المركز. كيف ممكن نعمل من مركز زهر ثقافي، من مركز حكومي مجاني، مركز يستطيع أن يوازي القطاع الخاص بالخدمة وأن ينافس القطاع الخاص بالخدمة؟ وهي تجربة مش سهلة. أكيد ثقة الموظفين بالمؤسسة، أكيد ثقة الموظفين من شابات وشابات بأنه لازم تتطور القطاعات العامة حتى فعليا تبني هذا الجسر، جسر الثقة بينها بين المجتمع المحلي. هذا أكيد عمل مش سهل. أنا بشكر كل شاب وشابة، موظف وموظفة في مركز زهر الثقافي على الجهود اللي عم بيعملوها وإيمانهم بأهمية العمل الاجتماعي وأهمية أنه الخدمة التي تقدم مجانا يجب أن تقدم بحرص وبحب وبأمل. يمكن هذا اللي خلانا في مركز زهر الثقافي نعمل مشاريع على مستوى المملكة، مشاريع نفخر بها. أول مشروع أطلقناه في مركز زهر الثقافي غير البرامج الإبداعية، طبعا إحنا في مركز زهر الثقافي، أنا بداية بدي أحكي عن البرامج اللي تقدم في مركز زهر داخليا. إحنا نقدم في مركز زهر الثقافي 85 برنامج تدريبي إبداعي للأطفال في الأردن. هاي 85 برنامج إبداعي مجاني تقدم لأي طفل، سواء طبعا أول شيء إحنا نغض النظر عن الجنسية، هذا الموضوع يعني هو ليس جزء من الاهتمام في مركز زهر، جنسية أو الحالة الاجتماعية. إحنا معنيين باستضافة أي طفل من عمر 3 إلى 16 سنة، الباب مفتوح لحتى يبحث عن ذاته، يبحث عن برنامج هو بيجد نفسه إنه ممكن يحقق طموحاته وإبداعاته فيه. ممكن يتنقل من برنامج لبرنامج حتى يلاقي وين إبداعاته، وين ممكن يلاقي حاله ممكن يطور هذا الإبداع. عندنا برامج من 85 برنامج إبداعي، هو برامج رياضية، برامج تفكير إبداعي، برامج الرقص والفنون، برامج التصوير الفوتوغرافي، برامج الكتابة، برامج صناعة الأفلام الكرتونية ثلاثية الأبعاد، برامج الكتابة الصحفية، هناك برامج كثيرة، دراما، سايكودراما، برامج يعني يمكن أنا 85 برنامج متخصص. وبتمنى على أي شخص اليوم بيحضر مقابلتنا أنه يفتح على الفيسبوك يتواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي، كثير بهمني أنه يتابع أو يفتح موقعنا الإلكتروني، ممكن يتعرف على برامج وأنشطة مركز زهر الثقافي ويتعرف على البرامج اللي ممكن تخدم أطفاله من هاي الفئة العمرية، بالذات أنه مركز زهر مجاني وهو معني باستقطاب أكبر عدد ممكن من الأطفال حتى نطور مهاراتهم. بعد ما إحنا قدرنا نوصل للبرامج فعليا كل سنة عم تتطور بعد جلسات بؤرية مع الأهالي ومع الأطفال حتى نطور هذه البرامج. سعى مركز زهر ثقافي مع فريق العمل الموجود في هذا المركز إلى عمل برامج حقيقية لخدمة المجتمع المحلي. تبنينا في مركز زهر ثقافي تحسين الوضع الصحي والبيئي للأطفال في الأردن من خلال مشاريع خلاقة. أول مشروع Play Area Indoor في كل مستشفى حكومي وعسكري، فأنجزنا 23 مستشفى في الأردن من العقبة للرمثة، كل مستشفى حكومي وعسكري دخلنا عليها، عملنا تحسين قسم الأطفال من خلال طبعا التأهيل، إعادة التأهيل، وعمل Play Area Indoor، غرفة ألعاب أطفال في هذه المستشفى حتى تخدم الأطفال الأقل حظا في هذه المستشفيات. كانت فكرة الأولى، كانت أول مركز في الوطن العربي بيشتغل على المستشفيات الحكومية والعسكرية بإعادة بعمل Play Area Indoor للأطفال. كانت بصراحة طبعا هو المشروع تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سناء عاصم. هذا المشروع أطلقناه في سنة 2004. صدقا هذا المشروع من المشاريع اللي احنا بنحس بسعادة واحنا عم نشتغل فيها. هذا المشروع قدرنا نوصل فيه للأطفال اللي اصلا ما كانش عندهم حدائق، فلما تخيل انه عنده بلاي اريا في مستشفى قديش هو كان سعيد بالتجربة، انه فترات طويلة من المرض من العلاج وما في الا تخت يتعالج عليه، فاكيد هو امس الحاجة هذا الطفل لغرفة العاب تحتوي مرضه وألمه وفعليا يقدر يمارس فيها استمتاع بهذا المكان. وانا دائما احنا عندنا جولات في هاي المستشفيات، كل ما نشوف هاي التجربه وقديش الاطفال سعيدين، قديش الفيدباك بيخليك تحس بفخر انه اشتغلنا هذا المشروع التطوعي. المشاريع الثانيه اللي احنا طوعنا فيها كمركز زهر ثقافي هو مشروع
رياض الأطفال في الأردن. أطلق هذا المشروع في سنة 2007. طبعاً كان بداية هذا المشروع تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا عبد الله. هذا المشروع أطلق في أول روضة في روضة الذهبة الحكومية. تم إنجاز 11 روضة حكومية في الأردن. تم إعادة تأهيل هذه الرياض، إعادة تأهيل المباني والأثاث والألعاب، أركان صفية اللي عملت على ستاندر كتير عالي. ستاندر كان بيحكي عن معايير مهمة في موضوع أنه كيف تكون روضة الأطفال تستقطب الطفل وتكون تبني حب وعلاقة جميلة بين الطفل والروضة والمكان. وتم تدريب المعلمين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. المشروع الثالث هو مشروع مراكز الشبابية. تم التنسيق مع وزارة الشباب وتم تأهيل 6 مراكز شبابية في الأردن. هاي المراكز تم إعادة تأهيلها وتم طبعا تم تزويدها بالمستلزمات والأثاث والبرامج التدريبية. وتم تدريب الشباب لمدة سنة على برامج جديدة تستهدف الشباب وتستهدف رغبات الشباب بعد جلسات بؤرية طويلة مع الشباب. وقدرنا أنه نتلمس احتياجاتهم وقدرنا نبني برامج حقيقية يقدر الشاب يحس أنه هاي البرامج تخدمه وتخدم مستقبله. طبعاً في مشاريع كثيرة، مشاريع اللي إحنا منحس إنه مركز زهر ثقافي قدر يدخل فعلياً مشروع جديد. طبعاً أكيد هذا المشروع أطلقناه في حدائق مختلفة. هذا المشروع هو حدائق آمنة. طبعاً هذا المشروع مبادرة لجلالة سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني. هذا المشروع أطلق في 50 حديقة في الأردن. تم إعادة تأهيل الحدائق 50 حديقة في الأردن وتزويدهم بألعاب. هاي الألعاب يمكن أنا إحنا عملنا يعني تجربة جميلة اسمها حدائق آمنة. هاي القصة إحنا طبعا أخذنا موافقة وزارة التربية والتعليم على أنها تكون جزء من المنهج للطلاب الصف الرابع والخامس والسادس. سوف تدرس للطلاب من ضمن القراءة الإضافية للطلاب. بتحكي عن حدائق كانت حزينة ما فيها إشي يتناسب مع خيال الأطفال. ألعاب فيها نحكي ألعاب فعليا فيها جودة عالية، ألعاب جميلة ولم تكن موجودة أصلا في الأردن. هالألعاب تم استيرادها من أحسن مصانع في العالم. طبعا هاي مبادرة جلالة سيدنا تم تنفيذها بخمسين حديقة زي ما احنا قلنا في الأردن، وهي مفتوحة لكل الأطفال. هاي الحدائق الخمسين تم تزويد كل حديقة بلعبتين، لعبة ربر وألعاب على هاي الربر تدمج ما بين الطفل المعاق حركيا والطفل العادي، وكانت هاي تجربة جديدة. ومنطقة رملية للأطفال لأعمار من 3 إلى 5 سنوات وكانت تستهدف الفئة العمرية الصغيرة. طبعا وان شاء الله هذا المشروع مستمر حتى يوصل ل 35 حديقة جديدة. هذا المشروع حدائق آمنة كانت لمسة مهمة جدا على موضوع الحدائق وفكرة الحدائق. يمكن القصة كانت كنا معنيين فيها ومعنيين بأنها تكون موجودة في مدارسنا أولا في موضوع أنه قديش الأطفال لازم الأطفال يحسوا بتغيير الحدائق والحلم اللي قدروا يوصلوا له في أنه تكون حديقة ذات طابع مختلف وأنها حديقة مجانية لهم. 2 كثير مهم نحكي عن موضوع الإدامة لهذه الحدائق، كيف نحافظ على هذه الحدائق، لأنه بالنهاية هي هدية من جلالة سيدنا لكل طفل في الأردن. نتمنى نحافظ عليها، نتمنى أنه نراعي أنه إحنا محتاجين لمكان آمن ولعبة آمنة ومكان محب للأطفال. فبتمنى من كل طفل يعتبر أنه هاي الحديقة بيته الثاني، يحافظ عليه حتى تظلها مدامة وفعليا يستفيد منها الأطفال بعد طفل جيل بعد جيل، حتى يقدروا يعني يلاقوا حدائق دائما مفتوحة لجميع الفئات العمرية. طبعا المشاريع اللي منحب دائما نحكي عنها، يمكن المشاريع اللي كنا عم نحكي عنها هو مشروع حدائق آمنة. ضمن المشروع حدائق آمنة اللي حكينا عنه، الألعاب اللي تدمج ما بين الطفل المعاق حركيا والطفل أو الأطفال أصحاب الاحتياجات الخاصة والأطفال العاديين. منطقة الألعاب الموجودة في كل حديقة، من ضمنها أول مركز كان مركز زهر ثقافي بخلدة، كان فكرتنا كيف ندمج الأطفال بعيدا عن المحاضرات وورشات العمل.
كيف الأطفال بتقبلوا بعض من خلال اللعب؟ إحنا دائما نحكي عن منهجية اللعب، منهجية اللعب من خلال برامجنا ومن خلال الاحتكاك المباشر هو بيخلي الأطفال يتقبلوا بعض. إحنا كانت تجربتنا رائعة في سنة 2007 لما بلشنا نشتغل على دمج الأطفال من خلال اللعب المستمر. في أول مرة وفي ثاني مرة لم يكن هناك تقبل من الطفلين، وكان في دائما في مشاكل، إما الطفل العادي في عنده حالة تعاطف مبالغ فيها، أو الطفل العادي لا يتقبل أصلا طفل عنده احتياجات خاصة، فهذا كان يورطنا وإحنا كثير في مشاكل. تفاجأنا أنه مع استمرارية استخدام منطقة الألعاب باستمرار، عادة التعايش بشكل مستمر، كل منهم يقبل الآخر، وهذا خلانا فعليا نكون أكثر الناس متحمسين على أنه هاي الفكرة تكون منتشرة في جميع حدائق الأردن. وإحنا أكيد نشكر جلالة الملك عبد الله الثاني اللي فعليا حقق هذا الحلم، أنه وجدت هاي المناطق في 50 حديقة حاليا في الأردن تدمج ما بين الأطفال أصحاب الاحتياجات الخاصة والأطفال العاديين في ألعاب مشتركة وفي ألعاب متخصصة في كل حديقة. من المشاريع أيضا اللي إحنا نفتخر فيها بمركز زها الثقافي هو مشروع انتشار مراكز زها بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني. هلأ مركز زها الثقافي موجود حاليا ما بين طبعا تحت الإنشاء وما بين مفتوح هلأ بواباته للأطفال، موجود في 20 منطقة. إحنا ممكن نذكر المشاهدين بالمراكز الموجودة في الأردن. إحنا عندنا مركز في معان، مركز في الطفيلة، مركز في مادبة، في هلأ حاليا تحت الإنشاء وإن شاء الله حيكون جاهز في دير علا، الكرك، المفرق، الصيفة، عجلون، إربد، وعندنا مركز أيضا في ملكة. في مراكز موجودة إن شاء الله تحت القيد الإنشاء هي جرش والمشارع، حتكون مفتوحة للأطفال خلال نهاية السنة، مشارع وجرش. في عندنا مراكز موجودة في عمان في سويلح، مركز موجود في المستندة، أبو علندا، الزهور، طارق، وباب الواد، ومركز في التقوى. هذه المراكز كلها مفتوحة لتخدم الأطفال والأمهات ويكون بيئة مناسبة لاحتضان المجتمع المحلي والاهتمام في موضوع القضايا الذي يعني بتهم المجتمع المحلي. وأهم مشروع نشتغله في هذه الحدائق وهذه المراكز قاطبة هو مشروع العمل التطوعي. يمكن في سنة 2006 أطلقنا في مركز زها الثقافي الاهتمام من خلال لجان أصدقاء الحديقة اللي هن معنيين في تطوير برامج الحديقة والمساهمة في أنه تكون هذه الحدائق وهذه المراكز مدامة وفيها قدرة على أنه يكون كلاتنا نشتغل في مجتمع يحافظ على هذا المال العام، وبرامج خلاقة وبرامج تطوعية لخدمة المجتمع المحلي. وهناك برامج العمل التطوعي للأطفال والشباب اللي بيخدموا في مركز زها الثقافي وفي هذه المراكز. إحنا معنيين بأنه في كل مركز من هذه المراكز يكون في عمل تطوعي للأطفال، إما في عمل بيئي أو في العمل أو في أعمال تطوعية العلاقة في الخدمة المجتمعية، في القراءة القصصية للأطفال الأقل حظا، في مساعدة الأطفال الأقل حظا في التحصيل، مساعدتهم في بالذات الأطفال اللي إحنا بنحكي عنهم التحصيلهم الأكاديمي ممتاز، بيساعد الأطفال الأقل في التحصيل الأكاديمي في مواد الرياضيات والإنجليزي والعربي. طبعا في برامج تطوعية كتيرة زي حملة شكرا لمساعدة الأطفال الموجودين في مناطق مختلفة في نفس العمر، بيقدموا هدايا لبعض طول خلال السنة، طول السنة بيقدموا هدايا لبعض لحتى يساندوا بعض، والتكافل جزء من التكافل الاجتماعي. وهذا كان طبعا عمل تطوعي طويل وبرنامج طويل، لازم كل طفل ملتحق مركز زها الثقافي يقدم 42 ساعة عمل تطوعي يخدم في مجتمعه ويخدم في مركزه. طبعا أنا بشكر مرة تانية تلفزيونكم وبهتم وكثير بشكر اهتمامكم وبحثكم عن الأشخاص اللي عم بيقدموا برامج تقدر تخدم المجتمع المحلي وتقدر تخدم مجتمعنا بالشكل اللي بيرضي الجميع. شكرا لكم.